ترى ما هي رحمة الله عز وجل؟ اسمح لي أجاوب على سؤالك بسؤال. تفضل. لو الآن الإنسان لما يهجر المساجد ويعصي ويسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ويقصر في جنب الله ثم أراد التوبة وأراد المغفرة وأراد الرحمة وأراد لقاء الله في الجنة وعلم أن هذه المغفرة وأن هذه التوبة وأن هذه الجنة بيد أمه التي ولدته وأنجبته ثم أقبل على أمه، هل ستعطيه الأم هذه المغفرة وتقبل توبته وتدخل الجنة؟ والله الأم يحتاج قلبها حنون، احنا سوينا حلقة عن الحنونة. فما بالك يا شيخ علي إن الإنسان إذا أسرف وقصر في جنب الله وأراد أن يتوب وأراد المغفرة يقبل على من هو أرحم به من أمه التي ولدته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات معه بعض السبي، وكان من ضمن هذا السبي امرأة فقدت طفل رضيع لها، فبدأت تبحث عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليها حتى وجدت هذا الطفل الرضيع فحملته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها بكل عطف وبكل حنان، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتظنون أن هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فقال لهم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شيخ علي، كان أحد السلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه بين يدي الله عز وجل، كان يدعو الله عز وجل ويقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وتجاوز عن سيئاتي. يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وارحمني. الله أكبر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب؟ كل الذنوب يا شيخ علي. الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. حتى لو ما يصلي؟ ويعفو عن السيئات حتى لو كان عاق لأمه وأبوه. ويعفو عن السيئات حتى لو كان غارق في الربا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا إله إلا الله. شيخ علي، أفجر إنسان مر على الكرة الأرضية، الإنسان الوحيد الذي تكبر وطغى على الله سبحانه وتعالى ونادى بأعلى الصوت وقال: أنا ربكم الأعلى، فرعون. حينما أدركه الغرق في البحر أتى جبريل عليه السلام وبدأ يدس في فمه الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل بها. فقال الله جل في علاه لجبريل: يا جبريل، وعزتي وجلالي لو استغاثني واستغفرني لغفرت له. يا غالي، ها
هذه رحمة الله بمن تكبر على أمر الله ونادى وقال أنا ربكم الأعلى. فكيف هي رحمة الله بمن أقبل على الله منكسرا تائبا باكيا يرجو ما عند الله جل في علا؟ الله أكبر. شيخ علي، من رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى هو ينادي الشخص لأن يتوب إلى الله. قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يدعونا سبحانه، هو يدعونا. فالله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم، ماذا قال بعدها؟ إنه كان غفارا وإن عظمت الذنوب. الله، وصيغة غفار.